بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة نهاية الأسبوع، وبالتأكيد حلقة هيكون فيها كواليس وتفاصيل وأخبار مهمة جدا. أكيد هيكون لنا تعليق على مباراة الأمس ما بين الأهلي وسموحة واللي انتهت بالتعادل السلبي، وبالتالي فقدان الأهلي نقطتين في صراع الصدارة والمنافسة مع بيراميدز على مقدمة جدول الدوري العام. كمان عندنا أخبار مهمة جدا متعلقة بمشوار الأهلي في الدوري أبطال إفريقيا، في تعديلات تمت على مباريات الأهلي في الفترة القادمة سواء الإفريقية أو حتى المحلية. كمان بكرة في اجتماع مهم جدا سيعقد في القاهرة، الاجتماع الأول رابطة الأندية الإفريقية، اجتماع مهم جدا بالتأكيد النادي الأهلي ممثل في هذا الاجتماع لأنه حضر الاجتماع الأول من خلال الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. تفاصيل كثيرة، موضوعات مهمة، قرارات وأخبار مهمة جدا تتعلق بمشوار الأهلي سواء محليا أو إفريقيا، كل ده النهاردة معانا في برنامج الترند. كمان من النقاط المهمة جدا، والنهاردة عندي لقطات مهمة جدا، امبارح كانت في لقطة لنجم كبير، لاعب مهم كلنا بنعشقه، مؤمن زكريا. تابعونا في حالة الترند النهاردة لأن عندي كواليس ولقطات أعتقد هتبقى لقطات مهمة جدا لعلاقة مؤمن زكريا سواء بلاعبي الأهلي، بالمنظومة الرياضية، بفريق سموحة، بكل الناس اللي كانت موجودة، لأن في لقطات أعتقد مهمة جدا النهاردة تكون موجودة على شاشة قناة الأهلي وتحديدا في برنامج الترند. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الفريق راح من التدريبات اليوم ويسافر إلى تنزانيا غدا. وكمان الأهلي يواجه شباب بلوزداد 8 ديسمبر. وفي الترند العالمي، هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية. زي ما قلت لحضراتكم عندي النهاردة تفاصيل مهمة جدا على مباريات الأهلي الإفريقية في الفترة اللي جاية، إن في تعديلات مهمة طرأت على أجندة الأهلي في الساعات الأخيرة. كمان هالاند، الراجل ده بيحطم أرقام قياسية بشكل سريع جدا وبشكل صعب جدا، الراجل في زمن قياسي 40 هدف في دوري أبطال أوروبا، لعيب مش هقول من عالم تاني، ولكن عموما هنشوف أرقام هالاند هتودينا لغاية فين، ولكن الراجل مكسر كل الأرقام سواء في دوري الأبطال أو حتى في البريمير ليج في الدوري الإنجليزي مع المان سيتي. طيب نروح لجولة من مباريات اليوم، والنهاردة استئناف مباريات الأسبوع السابع للدوري العام، وفي لقاء في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، مودرن فيوتشر هيستضيف الزمالك على استاد السلام. نروح بقى لمباريات القوة والإثارة والمتعة، مباريات دوري أبطال أوروبا، امبارح شفنا ماتشات السيتي خسران 2، عمل ريمونتادا كسب 3، النهاردة أيضا في مجموعة من المباريات الهامة. الساعة 8 إلا ربع في مباراتين في توقيت واحد، جالاتا سراي بيستضيف مانشستر يونايتد، إشبيلية بيستضيف إندهوفن، وفي الساعة 10 6 لقاءات في نفس التوقيت، بايرن ميونخ بيستضيف كوبنهاجن، بنفيكا بيستضيف انتر ميلان، ريال سوسيداد بيستضيف ريد بول سالسبورغ، ريال مدريد مباراة قوية جدا على ملعب سانتياغو برنابيو بيستضيف نابولي، سبورتينج براغا بيستضيف يونيون برلين، وفي السهرة أيضا في نفس التوقيت الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة أرسنال بيستضيف لانس الفرنسي. دي مباريات من دور المجموعات لدوري الأبطال، يمكن أعتقد حوالي 13-14 نادي تحدد موقفه من التأهل إلى الدور التالي، ولكن النهاردة مجموعة من المباريات عشان نحسم الشكل النهائي للفرق المتأهلة لدور الـ16 من أعظم البطولات الأوروبية تشامبيونز ليج الأوروبية. فاصل ثم نواصل. عندي أخبار وكواليس وتفاصيل مهمة جدا النهاردة تحديدا عقب مباراة سموحة، التفاصيل متعلقة بموقف مباريات الأهلي القادمة، التعديلات اللي طرأت على العديد من المباريات في الساعات اللي جاية. ولكن قبل ما أتكلم على ما هو قادم، فيما سبق بالأمس في مباراة الأهلي وسموحة كنا نتمنى بالتأكيد نتيجة وأداء أفضل من كده. على فكرة بغض النظر عن النتيجة، الأداء في حد ذاته لو الجمهور حاسس إن في أداء وفي مستوى مش هيبص للنتيجة ولا هيفكر في النتيجة، لأن كده كده طالما الأداء كويس النتائج هتيجي. لكن اللي زعل الناس ان ما كانش فيه اداء على المستوى المأمول، وفي نفس الوقت التعامل مع المباراه لا يليق بفرقه المفروض بتنافس على صداره الدوري، خاصه ان مباراه الجونه قبل مباراه سموحه ايضا انتهت بالتعادل، والاهلي وجماهير الاهلي مش متعوده على سلسله تعادلات لا قدر الله، خاصه ان المباريات المحليه يا جماعه لازم نضع عليها اهتمام كبير جدا زيها زي المباريات الافريقيه. لو بصينا كده عملنا احصائيه على نتائج الاهلي في شهر 10 وشهر 11 سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى المحلي،
مش هنلاقي فيه انتصارات إلا في مباراة أو اتنين، لكن معظم المباريات كلها انتهت بالتعادل. مباراتين في الدوري الجونة مسموحة، 4 مباريات في الدوري الإفريقي سواء مباراتين أو 3 مباريات، مباراتين سيمبا، مباراة سان داونز في الإياب، فبالتالي معدل تعادلات كثير جدا للأهلي خاصة في بداية الموسم. عموما كل اللي ما نتمناه في الفترة اللي جاية إن مارسيل كولر يدرس الأخطاء، يشوف المشاكل اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت، يحاول يتخطى هذه المرحلة، لأن الناس مش بتفكر بس في ماتشات إفريقيا، لا أنت كمان داخل على كأس العالم للأندية. النهاردة بنتكلم 27 أو 28 نوفمبر، يعني بالظبط باقي حوالي 17-18 يوم على افتتاحية الأهلي في بطولة كأس العالم، واللي غالبا بنسبة كبيرة يعني هتكون مع اتحاد جدة السعودي، فبالتالي الناس ممكن تكون قلقانة. ماتش امبارح فيه كلام سلبي كتير قوي، الاستوديو التحليلي اتكلم بما فيه الكفايه واتكلموا في الامور الفنيه، ولكن احنا برنامج سوشيال ميديا، برنامج الترند مبني في الاساس على اللقطات اللي ممكن الناس على السوشيال ميديا بتتكلم عليها. النهارده احنا مش جايبين لقطه من السوشيال ميديا، لا احنا جايبين لقطه ممكن تبقى ترند على السوشيال ميديا، وهو الجانب الايجابي الوحيد من وجهه نظري او من وجهه نظر الكثيرين اللي تابعوا مباراه الاهلي وسموحه. لقطه تخص مؤمن زكريا. مؤمن زكريا بيعمل في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وبيعمل في الجهاز الفني للفريق الأول في نادي سموحة مع الكابتن أحمد سامي. مؤمن مش هتكلم عليه كلاعب كورة، هتكلم عليه على المستوى الإنساني كشخص بيحظى بقبول واحترام كل جماهير الكرة المصرية. مؤمن زكريا امبارح كان موجود على دكة الجهاز الفني لفريق سموحة وكان معاه ابنه، وهنستعرض دلوقتي لقطات توريكوا قد إيه إزاي الكورة الرياضة بشكل عام مهما كانت المكاسب والخسائر العلاقات الاجتماعية مهمة جدا. ابن مؤمن زكريا امبارح جماهير النادي الأهلي لما شافته حيت مؤمن زكريا ما لا يقل عن 5 دقائق، لدرجة حتى بصوا يعني عم حارس كمان راح سلم عليه، ومؤمن كان يعني ابن مؤمن كان بيحيي الجماهير، والجماهير عمالين تشجع وتقول مؤمن، وهو واقف عمال يحيي جماهير الأهلي على تشجيعها لوالده. لقطة زي دي تأثيرها النفسي على نجل مؤمن زكريا كبير جدا. مؤمن زكريا رصيده مش رصيد الأهداف، رصيده في الملاعب علاقته بزملائه، علاقته بجماهير الكرة المصرية، الجماهير بشكل عام. امبارح كمان بخلاف لقطة ابن مؤمن والجماهير اللي قعدت تحيي وتساند وتشجع وتشجع والده، يعني الجماهير امبارح بتشجع والده، فالولد يا عيني واقف في الملعب فرحان، اسم والده بيتقال من الجماهير والجماهير بتشجعه، وبياخد سيلفي مع عدد من الجماهير وكمان مع زملائه سواء في سموحة أو مع الأهلي. اللقطات دي لقطات اجتماعية مهمة جدا لازم نتكلم عليها، ولازم نبروز اللقطات الجميلة دي اللي في ملاعبنا على السوشيال ميديا. خدوا بالكم لقطة سفر مؤمن زكريا لإنجلترا لما حضر نهائي كأس إنجلترا مع ليفربول، ودخل غرفة خلع الملابس، وبصراحة يعني بنشيد بمحمد صلاح على الموقف الطيب اللي حصل ده مع مؤمن زكريا، لقطة خدت رد فعل كبير جدا وقوي جدا. لكن أنا برضو امبارح شايف لقطات زي دي، الناس بتتكلم على المباراة وتفاصيلها ونتيجتها، أنا النهاردة ليا جانب إيجابي عايز أتكلم عليه، جانب مؤمن زكريا. شفتوا اللقطات دي كمان، يعني حتى ذو الاحتياجات الخاصة أو ذو الهمم بيتصوروا مع مؤمن. ابن مؤمن لما يكون في الملعب وشايف والده مع صحابه وأصدقائه من الأهلي، وده الفريق المنافس، خدوا بالكم كمان من الجانب الاجتماعي الرياضي ده، شايف إن والده كان بيلعب في النادي ده وحاليا شغال في نادي منافس، بس زمايله جايين بيسلموا عليه، ده جانب رياضي مهم جدا، ده جانب مهم جدا. عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، محمد هاني، يعني بصراحة يا مؤمن أنا قلت قبل كده رصيدك. محمد زعلوك على فكرة، زعلوك ما لعبش مع مؤمن وما حضرش مؤمن، بس من كتر ما سمع ومن كتر ما شاف ده لاعب صاعد. شوف اللقطات اللي زي دي ممكن تؤثر إزاي بشكل إيجابي على لاعب صاعد في قطاع الناشئين، شايف النجوم اللي سبقوه حتى لو تعرضوا لبعض الظروف، وطبعا بإذن الله ربنا يشفيه ويعافيه منها، لكن شوفوا التفاف الجميع حواليه، التفاف الناس كلها حواليه. الناس ممكن تكون مشغولة في فترة الإحماء والتجهيز للمباراة، ولكن ايه المشكله 5 دقايق مع مؤمن زكريا، عمرو السوليه، وانا امبارح انا واثق لو كان كهربا موجود في الماتش كان يعني كان كهربا كان هيقعد طول الوقت مع مؤمن، مش هينزل غير على ضربه البدايه. انا عارف شخصيه كهربا يعني ومدى عشقه وحبه لمؤمن زكريا، وازاي على طول هو حتى مع مؤمن زكريا. عمرو السوليه، محمد هاني، محمد زعلوك، محمد مجدي قفشه، خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، انا لو هسرد يعني كل الاسماء، حمزه علاء، على فكره معظم الاسماء اللي انا بقولها واللي انتم شايفينها دلوقتي على الشاشه ما لعبتش مع مؤمن، ما حضرتش فتره مؤمن زكريا، ولكن الرصيد
رصيدك في الملاعب، احترام الناس ليك. دي الرسالة اللي عايز أوجهها كمان لكل اللاعبين الناشئين في كل محافظات مصر وفي مختلف الأندية. ده جانب مهم جدا. امبارح كمان فكرة إن ابن مؤمن زكريا يكون موجود بجوار والده وشاف كل اللقطات دي، لقطات حلوة جدا وهتؤثر عليه هو حتى كطفل لسه بيبدأ حياته، إزاي ده بيبقى ليه تأثير إيجابي عليه. مصطفى شوبير ما لعبش مع مؤمن، ما حضرش فترة مؤمن زكريا، كان لسه لاعب تحت في قطاع الناشئين، برضه بيهرج وبيهزر مع ابن مؤمن زكريا، بيتكلم مع مؤمن. مؤمن زكريا يا جماعة مش هتكلم على أنا حضرت فترته هو، بصوا حتى الحكام، حكام المباراة كابتن محمد عادل، كابتن يوسف البساطي، كابتن حسام طه، يعني العلاقات الجيدة اللي زي دي على فكرة. بصوا أنا مش بتكلم بقى على الأهلي وسموحة بس، ده حتى الحكام، محمد عادل ياما أدار مباريات كتيرة لمؤمن زكريا وهو في المصري وهو في الأهلي وهو في الزمالك. ولكن في النهاية اللقطة اللي عايز أطلع بيها من المشهد الجميل ده، رصيدك في الملاعب مش أهداف ولا هتافات ولا علاقات فقط بجمهورك، لا، رصيدك مرتبط بحب الناس كلها ليك. وانت بتلعب كمان فكر في مستقبل ابنك او مستقبل اسرتك، هيتقال عليك ايه كنجم. لقطة ابن مؤمن زكريا في ملعب المولين العرب وهتافات جماهير الاهلي لمؤمن زكريا اعتقد تأثيرها ايجابي جدا. عشان كده لما بشوف مؤمن مش بشوفه لوحده، بشوف مؤمن وزوجة مؤمن وابنه كمان في كل الاحداث، لان اللقطات اللي زي دي اكيد ليها تأثير ايجابي جدا. نتمنى لك يا رب الشفاء يا مؤمن، ترجع بسرعة، نطمئن عليك، وكفاية اللي انت بينا وشايفينك ومطمنين عليك، وبإذن الله إن شاء الله ربنا قادر على كل شيء ويرجعك بسرعة للملاعب في ظروف أفضل بكتير من اللي احنا فيها دلوقتي. فاصل ثم نواصل. طيب، بعد مباراة الأهلي وسموحة بالأمس، الأهلي دلوقتي بيستعد لمباراة يانج أفريكانز اللي إن شاء الله بإذن الله هتتلعب يوم السبت اللي جاي في ملعب دار السلام، أو في ملعب بنيامين مكابة في العاصمة التنزانية دار السلام. هتكلم على المواعيد والمفاجآت اللي حصلت في الساعات الأخيرة، ولكن عايز برضو أعرف حضراتكم التطورات اللي بتحصل دلوقتي في استعدادات الأهلي للسفر إلى تنزانيا. الكابتن سمير عدلي سافر إلى تنزانيا، موجود حاليا هناك عشان يرتب كل الإجراءات الخاصة بإقامة الفريق، ملاعب التدريب، كل الترتيبات الخاصة بالأمور اللوجستية المتعلقة ببعثة فريق النادي الأهلي في تنزانيا، لأن إن شاء الله الفريق بكرة هيسافر عصر الغد الخميس عشان يصل تنزانيا مساء ويستعد إلى مواجهة يانج أفريكانز يوم السبت. كان ليا اتصال كده مع معالي السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا. يعني بصراحة معالي السفير والسفارة المصرية قايمين بمجهودات مضنية ومجهودات كبيرة جدا لتذليل أي عقبات تخص النادي الأهلي في هذه المباراة. حتى بعد وصول الكابتن سمير عدلي ظهر اليوم إلى تنزانيا كان في اتصالات ما بين معالي السفير مع الكابتن سمير عدلي، لو في أي ارتباطات أو في أي اجتماعات هتتم، في أي صعوبات ممكن تواجه بعثة الأهلي هو بيحاول يذللها، في أي تفاصيل متعلقة مع الاتحاد التنزاني أو مع حتى يانج أفريكانز، كل الأمور دي السفارة المصرية بتحاول تساهم وتساعد بشكل كبير جدا مع بعثة الأهلي اللي إن شاء الله هتصل مساء غد إلى تنزانيا. يمكن طبعا معالي السفير حتى في رسالته معايا أكد لي إن يعني الجالية المتواجدة هناك إن شاء الله هتكون موجودة مع النادي الأهلي في المباراة يوم السبت، وهيكون في حضور مهم جدا للجالية المصرية وجماهير النادي الأهلي لمساندة الفريق في هذا اللقاء. بكرة البرنامج هيمشي إزاي؟ النهاردة الفريق أجازة وراحة سلبية، مفيش أي تدريبات، ويمكن هناك عدة اجتماعات بس بدون الخوض في تفاصيلها. خلينا نركز بس على الأمور الرسمية. النهاردة مفيش تدريب، كولر النهاردة مشغول بتفاصيل خاصة باجتماعات بتخص المرحلة اللي جاية في النادي الأهلي والنتائج اللي ممكن تكون حصلت في مباراتي الجونة وسموحة وخسارة السوبر الإفريقي وخسارة الدوري الإفريقي. ولكن الجهاز الفني برنامجه هيمشي إزاي ابتداء من الغد؟ بكرة إن شاء الله هيكون في تدريب الساعة 10 صباحا على ملعب مختار التتش بالجزيرة. عقب التدريب حوالي الساعة 12 ونص الظهر هتتحرك البعثة بالكامل إلى مطار القاهرة عشان تستقر الرحلة في حوالي الساعة 3 عصرا المتجهة إلى دار السلام في العاصمة التنزانية. الرحلة بتستغرق حوالي 5 ساعات ونصف. لو الطيارة أقلعت الساعة 3 العصر توصل تنزانيا على الساعة 8 ونص 9 مساء على حد أقصى بإذن الله. يبقى بالتالي مفيش تدريب في تنزانيا يوم الخميس، الجهاز الفني هيكتفي بتدريب صباحي فقط في ملعب التتش في الجزيرة. يوم الجمعة هيكون هو التدريب الرئيسي والأساسي لفريق النادي الأهلي. ولكن
ماتش الاهلي ويانجا افريكانز يوم السبت اتغير ميعاده. ماتش الاهلي ويانجا افريكانز يوم السبت اتغير ميعاده. المباراه كان ميعادها الساعه 9. المباراه كانت ميعادها الساعه 9. تم تعديل الموعد وبقت المباراه الساعه 6 بتوقيت القاهره. ماتش الاهلي ويانجا افريكانز يوم السبت اللي جاي في الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا رسميا ميعادها الساعه 6 بتوقيت القاهره. وبالتالي الاهلي عشان يؤدي تدريبه الاساسي والرئيسي على ملعب المباراه لازم يؤديه يوم الجمعه الساعه 6. ولكن هنا في مشكله. ايه هي المشكله؟ الهلال السوداني بيلعب مبارياته الافريقيه على نفس الملعب ده في تنزانيا اللي بيلعب عليه سيمبا ويانجا افريكانز. الهلال هيلعب يوم الجمعه الساعه 6 مع مين؟ هيستضيف الترجي التونسي في مباريات المجموعه الثالثه من دوري ابطال افريقيا، دي الجوله الثانيه. طيب المباراه الساعه 6، يبقى بالتالي هل تدريب الاهلي على ملعب المباراه هيكون قبل المباراه؟ ما اعتقدش، صعب، صعب جدا اي حد يتمرن على ملعب المباراه في نفس يوم المباراه. وارد لما يوصل الاهلي تنزانيا بكره ان شاء الله في الاجتماع الفني يتم تحديد ميعاد التدريب الساعه 9، يعني الاهلي يتمرن يوم الجمعه مساء مش الساعه 6، لان الملعب مشغول بمباراه الهلال السوداني والترجي التونسي. الاهلي هيلعب ان شاء الله يوم السبت الساعه 6، يخلص الماتش ويرجع على طول. طيب بعد ما يرجع ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه؟ لان كان في جدول معد مسبقا ان الاهلي يرجع من تنزانيا، عنده مباراه مع زد يوم الاربعاء 6 ديسمبر، وبعد كده يدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهه شباب بلوزداد يوم السبت 10 ديسمبر او 9 ديسمبر، يوم السبت 9 ديسمبر. لا، حصل تعديلات جديده. وخدوا مني بقى الكلام ده بشكل رسمي، لان دي قرارات رسميه صدرت صباح اليوم، وتلقى اتحاد الكره خطابا رسميا من الاتحاد الافريقي بالتعديلات والمواعيد اللي هقولها لحضراتكم. ماتش الاهلي وزد يوم الاربعاء اللي جاي اتاجل. يوم الاربعاء اللي جاي مفيش مباراه للاهلي في الدوري العام. رسميا تاجيل مباراه الاهلي وزد في الدوري العام يوم الاربعاء اللي جاي. زد كان اختار ملعب السلام لاقامه المباراه، رسميا خلاص المباراه اتاجلت. ليه المباراه اتاجلت؟ لان النهارده اتحاد الكره تلقى خطاب من الاتحاد الافريقي بتقديم موعد لقاء الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجوله الثالثه من مباريات المجموعه الرابعه لدوري ابطال افريقيا لتقام يوم الجمعه 8 ديسمبر بدلا من السبت 9 ديسمبر. هي بالتالي مباراه شباب بلوزداد بدل ما هتتلعب السبت اللي جاي 10 او 9 ديسمبر بقت يوم الجمعه 8 ديسمبر. وبالتالي لما الاهلي يلعب مع بلوزداد يوم الجمعه في القاهره 8 ديسمبر، صعب جدا يلعب لقاء زد يوم 6 ديسمبر. هنا المسافه ما بين المباراتين 48 ساعه، واللائحه بتقول لو هتلعب مباراه جوه القاهره لازم يبقى مسافه الوقت 72 ساعه، ولو مباراه خارجيه 96 ساعه، اربع ايام. وبالتالي الاهلي هيلعب يوم السبت اللي جاي مع يانج افريكانز الساعه 6، يرجع القاهره يوم الاحد، يواصل تدريباته استعدادا لمواجهه بلوزداد يوم الجمعه. خلاص مفيش ماتش زد. الاهلي هيلعب مع بلوزداد يوم الجمعه 8 ديسمبر. المباراه الساعه كام؟ المباراه الساعه 9 بتوقيت القاهره. المباراه اللي كانت هتتلعب السبت كانت هتتلعب الساعه 6 بتوقيت القاهره، لما تقدم ميعادها ليوم الجمعه بقت الساعه 9 بتوقيت القاهره. فده جدول مباريات الاهلي في المرحله اللي جايه. المواعيد دي رسميه، القرارات دي رسميه، اتحاد الكوره تلقى خطاب رسمي من حوالي ساعه، من حوالي ساعه تحديدا بالظبط زي ما بقول لحضراتكم، بالتعديلات التي طرأت على مواعيد مباريات الاهلي الافريقيه. مباراتين تم تعديل موعدهم من قبل الكاف، واتحاد الكوره عرف بالتفاصيل، والمفروض هيخطر الرابطه في الساعات اللي جايه عشان الرابطه تعلن رسميا تاجيل مواجهه الاهلي وزد. الكاف بعت خطاب بتعديلين على مواعيد مباريات الاهلي. الاهلي ويانج افريكانز يوم السبت اللي جاي الساعه 6 بدل 9، والاهلي وبولزداد في القاهره يوم الجمعه بدل من السبت، والمباراه يوم الجمعه الساعه 9. ملعب المباراه بقى ايه؟ لغايه دلوقتي لسه مش عارفين الاهلي هيلعب مع بلوزداد فين، خاصه بعد تقديم موعد المباراه 24 ساعه. ليه؟ لما كانت المباراه هتتلعب يوم السبت 9 ديسمبر كان الكلام هنحاول نلحق ونلعب في استاد القاهره، لان البذره الشتويه والصيانه لارضيه الملعب المفروض تتغير وتلحق تخلص على يوم 5 او 6 ديسمبر. طيب بعد تقديم المباراه ليوم 8 هل استاد القاهره هيكون متاح؟ الله اعلم. الاسبوع اللي جاي باذن الله، احنا النهارده نهايه الاسبوع ان شاء الله هنكون معاكم يوم الاحد اللي جاي، لان يوم السبت ماتش الاهلي ويانجا هيكون الساعه 6، فمش هنكون معاكم على الهوا، هيبقى في استوديو تحليلي. فيوم الاحد ان شاء الله هحاول اجيب لكم الملعب الرسمي اللي هيتم اقامه عليه مباراه الاهلي وبلوزداد. هل هنلعب في السلام زي ما حصل في ماتش ميدياما،
ولا استاد القاهره هيكون متاح بشكل رسمي ونلعب يوم 8 ديسمبر على استاد القاهره الدولي. دي ابرز التعديلات والاخبار الرسميه المتعلقه بمباريات الاهلي في الفتره اللي جايه. على فكره التعديلات دي مش تخص الاهلي فقط، عشان ما حدش يطلع بعد كده يقول لك ايه اشمعنى الاهلي. ماتش بيراميدز وسان داونز في جنوب افريقيا اتعدل ميعاده ايضا. ماتش بيراميدز وسان داونز في جنوب افريقيا اتعدل ميعاده ايضا. بدل ما كانت المباراه هتتلعب في بريتوريا يوم السبت 9 ديسمبر بقت يوم الاحد. بقت يوم الاحد. وبيراميدز على فكره بسبب انه هيلعب يوم السبت اللي جاي في موريتانيا والحد اللي بعد اللي جاي في جنوب افريقيا كان عنده مباراه الجونه في وسط الاسبوع اتاجلت. انا بس باكد على التفاصيل دي، انا عارف بعد شهر ولا شهرين ولا ثلاثه الناس يوم ما تحب تدي مثال هتسترجع وتقول الاهلي اتاجل له ماتش زد. بيراميدز كان عنده مباراه يوم السبت اللي جاي في موريتانيا مع نوازيبو، والجوله الثالثه هيسافر عنده مباراه في جنوب افريقيا في بريتوريا مع سان داونز. ما بين 2 ديسمبر و10 ديسمبر في حوالي 8 9 ايام. في النص هنا كان في مباراه مع الجونه، المباراه دي اتاجلت. ليه؟ لان بيراميدز عنده مباراتين في الجوله الثانيه والثالثه خارج مصر، في موريتانيا وفي جنوب افريقيا، رغم الفارق في التوقيت ما بين المباراتين 9 ايام، 2 ديسمبر و9 ديسمبر. دي ابرز الاخبار المتعلقه بمباريات الاهلي والمرحله اللي جايه. قبل ما اطلع لفاصل، بكره في اجتماع مهم جدا، اجتماع مهم جدا، وناس كتيره ما عندهاش تفاصيل لسه الاجتماع وايه الموضوع. بكره هيتم تدشين رابطه اسمها رابطه الانديه الافريقيه، على غرار رابطه الانديه الاوروبيه اللي موجوده في الاتحاد الاوروبي، واللي على فكره رئيسها القطري الكابتن ناصر الخليفي. بكره هيتم تدشين رابطه على غرار رابطه الانديه الاوروبيه اسمها رابطه الانديه الافريقيه، هيكون الاختصار بتاعها ACA. ACA ده الاختصار بتاعها. كنا عارفين رابطة الأندية الأوروبية الاختصار بتاعها ECA، ده الاختصار بتاعة الأوروبي أسوسيشن كلاب، لكن الرابطة الإفريقية بكرة هيكون أول اجتماع ليها في القاهرة، اجتماع حضوري لما يمثل من حضور أكتر من حوالي 60 نادي. الاجتماع الأول كان عن طريق زوم، كان اجتماع افتراضي، ما كانش اجتماع حضوري، عشان يعني شرح فكرة اجتماع الرابطة وإنشاء الرابطة والمكتب التنفيذي والحضور والكلام ده كله. لكن بكرة رسمياً هيكون أول اجتماع لرابطة الأندية الإفريقية هيكون في القاهرة، في أحد فنادق القاهرة بكرة إن شاء الله، اجتماع الساعة 11 الصبح. هقول كده تفصيلة فيها سبق صحفي أو سبق إعلامي لغاية لما يتعمل الاجتماع بكرة ويبقى فيه مؤتمر صحفي لباتريس موتسيبي، ونعلق على الاجتماع في الأسبوع اللي جاي. مجلس الرابطة دي هيكون ممثل من 12 عضو، 12 عضو، فيها رئيس وخمس نواب وست أعضاء. رئيس وخمس نواب وست أعضاء. دي اللائحة اللي لسه هيتم مناقشتها بكرة والتصويت عليها إما بإقرارها أو تعديل فيها. لائحة كبيرة على فكرة، فيها ما يقرب من حوالي 30 ورقة. ولكن أنا عايز أقول لكم التشكيل بتاع الرابطة ده هيبقى إزاي. رئيس وخمس نواب وست أعضاء مجلس إدارة. الرئيس والخمس نواب هيكونوا بالانتخاب. الرئيس والخمس نواب هيكونوا بالانتخاب، كل نادي يبعت ممثل عنه يدخل الانتخابات. في حالة لو عايز يدخل انتخابات على منصب الرئيس أو النائب، بس بحد أقصى في النائب في خمس أعضاء. طب أنت كنادي مش عايز تترشح، عايز تتعين، عايز تعمل اتصالات عشان تكون عضو في المجلس أو في المكتب التنفيذي لرابطة الأندية الإفريقية بس ما تخشش انتخابات، هتبقى ساعتها من الست أعضاء بتوع مجلس الإدارة. لا هتكون رئيس ولا هتكون من الخمس نواب، هتكون من ست أعضاء مجلس الإدارة. جزئية تانية ودي بكرة هنحاول نعرفها بشكل رسمي، هل الرئيس أو الخمس نواب أو الست أعضاء مجلس الإدارة لازم يكونوا موجودين في مجلس إدارة النادي، ولا النادي ممكن يرشح حد من خارج مجلس الإدارة؟ دي نقطة مهمة جدا. يعني مثلا عندنا في رابطة الأندية المصرية كابتن عماد متعب ليس عضوا في مجلس إدارة الأهلي، ولكن تم تزكيته وترشيحه من قبل النادي الاهلي عشان يكون ممثل الاهلي في الرابطه. رابطه الانديه الافريقيه في بنود اللائحه لا، ما ينفعش ترشح حد من بره. اللائحه فيها نص واضح بيقول ان الست اعضاء مجلس الاداره لازم يكون اعضاء في مجلس اداره الانديه. لازم يكون عضو في مجلس اداره ناديه. لازم يكون عضو في مجلس اداره ناديه. طب موقف الرئيس والخمس نواب؟ حتى هذه اللحظة اللائحة فيها مناقشات كثيرة،
هل لازم يكون عضو في مجلس إدارة النادي، ولا ممكن النادي يرشح شخص آخر يكون ممثل للنادي في رابطة الأندية الإفريقية؟ ده هنعرفه بكرة لما نعرف كل تفاصيل اللائحة. ولكن بقول لكم بكرة اجتماع فيما لا يقل عن 60-65 نادي حسب المعلومات برضو اللي وردت إلينا. النادي الأهلي تلقى دعوة للحضور بنسبة كبيرة. الكابتن محمود الخطيب بإذن الله هيحضر بكرة هذا الاجتماع لأنه كان حضر الاجتماع الأول. ونقطة أخيرة، عشان حضورك يبقى صحيح في أول سنة لهذه الرابطة لازم تحضر ما لا يقل عن 50% من اجتماعات الرابطة في الموسم الأول. لو أي نادي بعت ممثل ليه وما حضرش 50% من اجتماعات الموسم الأول لن يمثل في السنة التالية. دي كانت أبرز الأخبار المتعلقة باجتماع رابطة الأندية الإفريقية، وأنا عارف ناس كتيرة لسه مش مدركة ما أهمية هذا الاجتماع. الرابطة دي معمولة عشان حاجتين على فكرة، عشان تتواصل مع المكتب التنفيذي والاتحاد الإفريقي لما يكون الأندية عندها مشاكل في البطولات الإفريقية، والحاجة التانية الاتحاد الإفريقي عايز الرابطة دي تساعده في التسويق والرعاية والبث الفضائي عشان تعظيم الموارد المالية سواء للكاف أو للأندية في الفترة اللي جاية. فاصل، وبعد الفاصل نبدأ نشوف آخر أخبار الترند. طيب، النهاردة السوشيال ميديا ركزت على جانبين مهمين جدا متعلقين بالأهلي، موقف المصابين والرحلة اللي هتغادر غدا إن شاء الله إلى تنزانيا، مين اللي ممكن ينضم إلى قائمة مارسيل كولر استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز. كل التفاصيل دي نطلع نشوفها في آخر أخبار الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون مع ترند الاهلي. البدايه معانا النهارده في ترند الاهلي من حساب بطولات، والكلام كله هيبقى على موضوع المصابين كتير في الفتره اللي جايه. ليه؟ اول حاجه حساب بطولات بدا باصابه بيرسي تاو قبل مباراه الاهلي ويانج افريكانز. تشخيص الاصابه، موقف بيرسي تاو ايه؟ مصدر في النادي الاهلي كشف عن طبيعه اصابه بيرسي تاو وقال ان اصابته عباره عن شد بسيط في العضله الاماميه، وان اللاعب الجنوب افريقي سيخضع لفحص طبي غدا الخميس لتحديد مصيره من السفر الى تنزانيا. طيب، هل الموقف متعلق ببيرسي تاو فقط؟ لا، يلا كورة النهارده عمل تقرير على قبل رحله تنزانيا، اختبار طبي لثنائي الاهلي وكولر يتجه لاستبعاد 4 لاعبين امام يانج افريكانز. الكلام هنا بنتكلم على مين؟ اولا بيرسي تاو وطاهر ما لعبوش ماتش سموحه، وكان في شكوى كده من شد خفيف. غدا هيتحدد موقف بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر من السفر الى تنزانيا. ولكن مصدر في تصريحات خاصه ليلا كوره قال كمان ان في 4 بنسبه كبيره مارسيل كولر هيستبعدهم نتيجه عدم جاهزيتهم لمباراه يوم السبت اللي جاي. الاربعه او الرباعي: محمود متولي، انتوني موديست، كريم نيدفيد، ومحمد الضو كريستو اللاعب التونسي الصاعد. على فكره بغض النظر عن بيرسي تاو وطاهر او حتى الرباعي، كده كده الجهاز الاداري عامل تاشيره لكل افراد البعثه، كل اللاعبين الموجودين في القائمه الافريقيه الاهلي عامل لهم تاشيرات عشان لو في اي وقت الجهاز الطبي شايف الامور ماشيه كويس يقدر يستعين كولر باي لاعب ما يضطرش يعمل تاشيره من جديد. طب المصري الرياضي ايضا بيتكلم على الغيابات، انا قلت لحضراتكم النهارده الترند كله هيبقى بيتكلم على الغيابات وقائمه الفريق. العنوان النهارده نازل في المصري يوم الغيابات تضرب الاهلي في رحله تنزانيا لمواجهه يانج افريكانز. التفاصيل بتقول ان تاكد، وده على عهده المصري اليوم، غياب 5 لاعبين عن الفريق اللي هيسافر بكره الخميس الى تنزانيا. مين الخمسه؟ رضا سليم، محمود متولي، كريم نيدفيد، موديست كريستو. يعني يلا كوره اتكلم على رباعي، المصري الرياضي زود اسمه وقال رضا سليم عشان يبقوا 5. هو بنسبه كبيره الخمسه
مش اسباب فنيه، يعني في بعض المشاكل الطبيه، اللاعب عنده اصابه، لاعب عنده شد، لاعب بيعاني من بعض الالتهابات، فالافضل ان الخمسه ما يكونوش موجودين. طبعا رضا سليم غايب من يوم مباراه سان داونز، ونتمنى له السلامه يا رب خلال الفتره الجايه ولكل زملائه. طيب كل الكوره بتتكلم على طبيعه اصابه رضا سليم. رضا كان عنده كسر في الترقوه وبيعمل برنامج تاهيلي، وساعات بينزل ارضيه الملعب بيعمل تدريبات في الجري حول الملعب، ولكن على عهده كل الكوره قالوا ان رضا سليم ايضا تعرض لاصابه بشد في العضله الاماميه اثناء خوض البرنامج التاهيلي للعوده من الاصابه بكسر في الترقوه. حظه سيء جدا، لكن اكيد الاصابه دي مش هتاثر على رضا دلوقتي، كده كده رضا اصلا غيابه مستمر لغايه اول يناير، فان شاء الله باذن الله يشفى من اصابه العضله الاماميه وايضا الترقوه، لان هي اصابه دمها تقيل رخمه شويه موضوع اصابه الكسر الترقوه دي بالذات. طيب ملعب القرار 24 انتقل بقى لفكره قائمه الفريق، مين هيرجع ويسافر تنزانيا ومين كان غايب عن ماتش سموح. الايقاف انتهى، محمود كهربا يعود لقياده هجوم الاهلي امام زد. كهربا فارق جدا 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 في خط هجوم النادي الاهلي. كهربا في المباريات المحليه اللي بيغيب فيها عن الاهلي، الاهلي بيجد معاناه بكل امانه وبكل صراحه، لكن لما بتشوف كهربا في المباريات الافريقيه في شعله نشاط، في حركه، في اسيست، في مساعده، في اهداف، فان شاء الله باذن الله يكون كهربا متواجد في ماتش يانج افريكانز ويكون جاهز بنسبه 100%. طيب حساب الوطن الرياضي كان في كلام ان ممكن احمد قندوسي يعود للاهلي في يناير. اولا الف سلامه على اللاعب الجزائري احمد قندوسي، كان تعرض لجزع في الرباط الداخلي للركبه، هيغيب حوالي كام اسبوع كده، لكن ان شاء الله هيكون سليم وهيكمل مع سيراميكا حتى نهايه عقد الاعاره. ولكن كان في كلام ان ممكن قندوسي يرجع للاهلي في يناير. سيراميكا ومن خلال طبعا يعني المسؤول هناك معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كشف وحسم الجدل وقال كل ما تردد عن هذا الامر غير صحيح، احمد قندوسي مكمل مع سيراميكا حتى نهايه الموسم ومفيش قطع في فتره الاعاره، واللاعب مستمر طول مده الاعاره مع نادي سيراميكا حتى نهايه الموسم. طيب حساب يلا كوره، يلا كوره يكشف تطورات مفاوضات الاهلي مع فيوتشر لضم عمر كمال. كلام كتير اتقال في موضوع عمر كمال، واتقال لعيبه ممكن تطلع اعاره ولعيبه ممكن تيجي، وفي اجتماعات تمت من فتره وفي مهله للرد على الاجتماعات. انا لو هرد في هذا الموضوع عندي تصريح رسمي من دكتور وليد دعبس رئيس مجلس اداره نادي مودرن فيوتشر، طلع وقال كل ما يعرض في وسائل الاعلام عباره عن اجتهادات صحفيه، حتى هذه اللحظه لم يحدث اي موقف رسمي في هذا الامر. دي نقطه. النقطه الثانيه، النادي الاهلي اصلا مفيش مسؤول رسمي طلع يتكلم على انضمام عمر كمال عبد الواحد للاهلي، فننتظر نتمهل انتقالات يناير بعد حوالي 30 يوم، شهر يعني، النهارده خلاص في نهايه نوفمبر يعني، يوم الجمعه بدايه شهر ديسمبر، شهر واحد بس، يعدي كاس العالم وهنبدا نشوف الصفقات واللي هيحصل في الفتره اللي جايه. حتى سموح عايز لعيبه وفي بعض الناس عايزه لعيبه، ولكن الاهلي قافل كل الملفات دي في الفتره الجايه انتظارا لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية. فاصل ثم نواصل. أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند، ونروح لخبر مهم جدا متعلق بإنجازات ألعاب الصالات في النادي الأهلي. امبارح كانت في مباراة في كرة اليد في دوري كرة اليد، والنادي الأهلي كسب الزمالك 25-24 في دوري المحترفين. النهارده يلا كورة اتكلم على مباريات الأهلي أمام الزمالك في ألعاب الصالات حتى الآن، هاند بول او فولي بول او حتى باسكت بول، بنتكلم في السله وفي الطايره وفي اليد. الاهلي في الخمس مباريات كسب خمس مباريات والزمالك لم يفوز في اي لقاء. يبقى ابطال الصالات، نجوم الصالات، النادي الاهلي في الثلاث لعبات، السله والطايره وكره اليد. نروح لترند المحلي وامر متعلق بمنتخبنا الوطني، هل في مباريات وديه؟ اتعرض منتخبات كبيره زي الكاميرون ونيجيريا. فيتوريا رفض، عايز يلعب مع منتخبات ادنى زي جنوب السودان. عموما دي كانت ابرز الاخبار والتفاصيل اللي كانت معنا النهارده في برنامج الترند. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء في حلقه اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.